نزلوا يغيروا كاوتش العربية بس ما لحقوش وماتوا على الطريق، وكمان معاهم السواق اللي خبطهم. ايه اللي حصل على طريق السويس؟ ثلاث شباب زي الورد من محافظة دمياط شغالين على عربية نقل، وهم ماشيين على الطريق حسوا ان العربية فيها حاجة، ركنوا على جنب ونزلوا يغيروا الكاوتش، بس القدر كان مخبلهم حاجة تانية، واتفاجئوا ان في عربية نقل جاي عليهم بسرعة وما لحقوش يتحركوا من مكانهم علشان يفرقوا الحياة، وكمان معاهم سواق العربية اللي خبطهم. بداية الواقعة كانت بتلقي مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغ بوقوع حادث على طريق السويس بين سيارة نقل وسيارة نقل أخرى متوقفة على جانب الطريق، وعلى الفور تم الدفع بأربع عربيات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء توقف سيارة نقل على جانب الطريق وقيام ثلاث شباب من العاملين عليها بتغيير كاوتش السيارة، فوجئوا بسيارة نقل مسرعة تصدمهم ورحلوا عن عالمنا في الحال. واللي مات في الحادث سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث وثلاثة آخرين، وهم حمادة رزق المرسي وأحمد عارف عبد المطلب وعوض المنزي، وجميعهم من محافظة دمياط. الخبر كان صادم لكل محافظة دمياط، وتداولوا صور الشباب بشكل كبير، والكل بقى في حالة حزن عليهم وعلى شبابهم اللي راح في غمضة عين، وإنهم كانوا بيكافحوا علشان يعيشوا بالحلال وبيسافروا المسافات طويلة بالعربية النقل. التلات شباب اللي ماتوا في الحادثة كانوا أصحاب وشغالين مع بعض وكانوا على قلب بعض، وكانوا بيحلموا باليوم اللي هيحققوا فيه أحلامهم، وطول الطريق كانوا بيضحكوا ومش شايلين هم حاجة، بس الموت ما فرقهمش عن بعض وخدهم التلاتة. أصدقاء الشباب نعوهم بكلام مؤثر وصعب، والكل ما كانش متوقع رحيلهم في وقت واحد، وإنهم كانوا مقبلين على الحياة لسه في بداية شبابهم وعندهم خطط وأحلام عايزين يحققوها. كتب أحد أصدقاء الشاب على صفحته وقال: طب والله فراقكم صعب قوي ووجع قلبي، ليه يا حبايبي كده؟ انتوا التلاتة في يوم واحد وفي ساعة واحدة كده كتير عليا، أنا مش عارف أقول إيه، والله ده أنا كده هموت من بعدكم، أكيد يا حبايبي انتوا في مكان أحسن من هنا، ربنا يرحمكم ويصبرنا على فراقكم. كمان كتب شاب تاني: أنا مش مصدق إني بكتب عن وفاتكم ومش عارف أكتب إيه ولا أقول إيه، يعني بدل ما أكتب وبارك لكم على أفراحكم أكتب عن وفاتكم وأخد عزاكم كده كتير عليا قوي، قلبي هيقف من كتر الحزن عليكم، أنتوا قصرتوا قلبي وتعبتوني، ده أنا كنت مستنيكم ترجعوا لنا بالسلامة علشان نخرج مع بعض زي ما بنخرج على طول ونتفسح ونضحك ونهزر، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا حبايبي، ربنا يجمعنا بيكم على خير قريب. رحيل التلات شباب ساب أثر كبير في قلوب كل اللي عرفوهم، وده بسبب أدبهم واحترامهم وإنهم كانوا بيساعدوا كل الناس وما بيتأخروش عن حد، ورغم صغر سنهم وإنهم لسه شباب بس كانوا بيفهموا في الأصول وفي التقدير. ادعوا لهم بالرحمة وربنا يصبر أهلهم.